صباح الخير على مشاهدي صباح البلد. الآن موعدنا مع النشرة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة العظمى 22 والصغرى 12، الإسكندرية 19 13، مرسى مطروح 18 11، بورسعيد 18 12، شرم الشيخ 25 16، سانت كاترين 16 1، طابة 24 12، الغردقة 27 14، الأقصر 28 12، وأخيرا أسوان العظمى 29 والصغرى 13. انتهت نشرتنا الجوية، والآن عودة إلى استوديو صباح البلد.